السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد راح ندير اليوم لك خاب بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم في هذه الوصفة راح نحتاجو حبة بيض عندنا ملعقة ونصف زيت تكون كبيرة عندنا لافاني وعندنا ملعقه كبيره تاع سكر سكر عادي وقرصه تاع الملح وعندنا كاس تاع فرينه وكاس ونص تاع حليب اول حاجه راح نديروها في هذه الوصفه راح نبداو بالسكر تاعنا والقرصه تاع الملح نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوا عليهم هذيك الحبه البيض أه حبه ونزيد عليهم هذيك الملعقه ونصف تاع الزيت ونزيد عليهم لافاني ما نزيدوهم في الاول ومن بعد نخلطوهم مليح كي نزيدو جميع المكونات هذا نخلطوهم مليح مليح حتى ينسجم هذاك السكر مع الزيت والبيض كي نشوفوهم ذاب هذاك السكر هنايا بعد ما يذوب معنا السكر نزيدو عليهم الكاس ونص تاع الحليب ونبقى نبقاو نخلطوهم حتى يزيد ينسجم الحليب مع المكونات الاخرى هكا نخلطوهم شويه برك ما يحتاجش وقت بزاف ومن بعد نزيدو عليهم هذاك الكاس تاع الفرينه نحطو نحطو على خطرتين نحط الكميه الاولى ومن بعد نزيد الثانيه ونبقى هنا نخلط مليح لازم هذيك الفارينة تذوب معنا كامله الخليط راح يجينا جاري هاكا لازم ما تبقاش معنا حبيبات نبقى ونخلطوها مليح حتى نذوب هذيك الفارينة حوالي دقيقة ولا زوج دقائق مش بزاف كي نشوفوها ها هي شوفوا كيفاش هاي ذابت معايا نروحوا للمرحله الثانيه شوفوا الخليط تاعي كيف جا معايا بعد ما ذابت الفارينة هنايا راح نجيبوا المقله اللي نديروا فيها لي خاب ندهنوها بشويه تاع زبده باه تسهل تسهل علينا العمليه من بعد كي نحيو لي كراب سهلة خلاص كي نحيوهم هنايا بعد ما دهنتها بالزبده نحط فيها هذاك الخليط ندور بهذه الطريقه هاي ندور على كامل المقله راح هي جاريه راح وحدها تحكم لها فورم وحدها ونحطها فوق النار هنايا كي نشوفوها بدات تدير فيها دوك الفقاعات معناها راها ناجحه معانا 100% وخلاص هنايا نبقاو نعدلو لها هيك شويه في السطح هذاك ومن بعد نجيبو بعد ما طيب نحاولو نحيو لها هذاك الشط كامل شوفوا كيفاش ندير لازم الشط كامل ندوروه نحاولو نحيو هذاك الشط كامل هيك بهذه الطريقه ندورو عليها كامله على هذيك الخبزه كامله باه بعد هنايا كي نجيو نحيوها راح تجينا طريقه سهله خلاص هكا وتساعدنا وكلش دوكا تقدروا تقلبوها هاي درك انايا نقلبها بكل سهوله ها نحيد شويه بشويه على خاطر هي خفيفه قادر تتكسر لكم تفسد لكم ها هي قلبتها بكل سهوله نحطها طيب وها هي معايا بعد ما طابت الخبزه الاولى شوفوا كيفاش منفخه جات ما شاء الله ها هي الخبزه الاولى انا يا هنا يا راح نعاود لكم اه واحدة خلاف بنفس الطريقة باش تشوفوا معايا مليح نعاودوا نمسحو المقلة هذيك بشوية تاع زبدة نحطو نحطوا هاي شوفوا كيفاش وندوروها وخلاص هنايا نحطوها طيب كي نحطوها طيب نحاولوا نطيبوها من الجهات الكل باسكو كي هذاك الكانون هذاك يطيب غير في النص نحاولوا نعدلوها وهاني قلبتها بكل سهوله شوفوا كيفاش ها هي هنايا ها هي لي كراب تاعي واجده ونروحو نشوفوهم كي كملت ها ما كي كملت هنا جاتني ستة حبات انتم ولكن حبيتوا حم... كميه اكثر راح تعاودوا ديروا ضعف الكمية وخلاص تضعفوا المكونات الكل ديروا زوج حبات بيض وضعفوا كلش هنا راح نزينها انا هنا كان عندي اشوية فواكه قسمتهم وحطيتهم باش نزين بهم وكان عندي الكاوكاو مقلي ومرحي ثاني باش نزين به هنا الكريب تاعي راح نحشيها بالنيوتيلا وانتم احشيوها باي حاجه عندكم اي شوكولا للطلي سواء هذيك ماكسون ولا اي ولا اي وحده راح تكون عندكم تحشيوها بها انا نكملها هي مسحت لها السطح تاعها وهنايا راح نجيب حبه تاع موز ونحطها من داخل راح نديرلكم لكم التزيين كاين هذاك التزيين تاع المثلث العادي كما ما عارفين تشوفوهم وكاين التزيين هذا على شكل حبه تاع بوراك هكا تجيب الطول نحطو في النص الحبة تاع البنان ونعدلوها ونحاول نروليوها بهذه الطريقة هكا نروليها بشوية وخلاص هنا لازم تساعدوها لازم تسعفوها شوية عتروليها وخلاص بهذه الطريقة من بعد نجي نزينها بهذوك الفواكه اللي أه كنت درتها من قبل نزينوها و... وخلاص ها هي لي كريب بعد ما زينتها شوفوا زينتها بشويه تاع فواكه استعملت الكيوي والتفاح والكرتوس والبنان والبنان درتو من الداخل في هذه ودرت لها شويه تاع شوكولا من الفوق ورشيتها بالكاوكاو آه وخلاص هذا هو التزيين اللي استعملته انا وهنايا التزيين راح يكون اختياري كل واحد كيفاش يزين هنا جاتني لي خبتعي. ما شاء الله جاو واحد الذوق واحد البنه ما, ما نحكي لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله ان شاء الله تجربوهم بنفس الطريقه تاعي وراح يعجبوكم متاكده راح يعجبوكم سواء في, التزيين ولا في, في الذوق جاو ما شاء الله نتمنى يعجبكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وليصادف صادف لا فيديو تاعي ما عليه غير يعمل لي اشتراك للقناه وتفعيل الجرس والسلام عليكم